بدري عليك يا شيخ، والله ما تقدر تجيبني. ها علي بالحرام انك ما تقدر تجيبني والله العظيم. السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. الأيام هذه أيام العشر وأيام فضيلة، أتمنى الكل يستثمرها يا جماعة الخير. الله يسعدكم يوفقكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. يا الله يا رب القلوب القاسية والعبادة العاصية والجبال الراسية، يا الله يا رب أنك تسخرنا من حيث لا نعلم. يسخر الكل شخص قاعد يجيبني الآن يضغط على اللايك ويشترك القناة ورب الكعبة. مقطع اليوم راح يكون لمبة خضراء. أنا دخل لمبة خضراء إلا معنا يا جماعة الخير، عندنا مقطع جديد عن الهكر، ولكن كيف المقطع هذا بيني وبينكم في الأيام اللي فاتت كنت قاعد أسجله، سجلته على 3 أشخاص، بس مو طريقة قديمة كنت بسويها قبل أخترق وأجيب واحد يعني يساعدني وإذا وكنا اختراق. لا المرة يا جماعة الخير الناس اللي يثقون فيني قررت إني أخرب العلاقة معهم، أدخلهم بالثقيل. يلا قول من يعرف يوسف. يوسف هذا أعز شخص لي، تذكروا المقاطع اللي قبل اللي قال ينصحني أسامة خلاص خلصت فلوسك لا تدفع. هذا يوسف من أطيب القلوب ومن أرجلها حرفيا، من بدايتي في القناة وهو معاي، بما أن من بدايته في القناة هو معاي كل معلوماته معاي. اي والله كل معلوماته معاي، هويته، طاقة تصرافته بعد معاي، وين مكان بيته، وين يسكن، وش اهدافه. ايوه الرقطة على وين اهدافه، راح نستغل يوسف من الناحية هذه. يا حبيبي يا يوسف. طيب يا عيال شو السالفة يا وسام؟ يوسف هو تخصص امن سبراني نفسي انا. المهم ان يوسف مقدم يبغى يدرس ماستر وما اعطاه اهتمام كبير اصلا، ولكن مقدم يبغى يشوف هل يجي قبول او ما يجي قبول، اذا جاء راح يكمل. والشخص يعني مبدع في المجال ذا بشكل مرة كبير، كل يساعدنا اذا جينا ندخل دارك ويب، كل يسهلنا الامور هذه اي مرجع للكمبيوتر او الاختراق او يوسف العنز اللي هو وطني كذا اسمه وطني. اي شو السالفه يا اسامه؟ طيب يا جماعه الخير مثل ما تعرفين عالم الاختراق عالم كبير، الاختراق يحتاج الى رابط او يحتاج الى صفحه تدخلها. يا سلام، يوسف مقدم يبغى يدرس ماستر، حبيت اني استغل هذا الموضوع وادخل ليوسف من على جنب كذا وارسل له رساله قبول انه شخص انقبل. ابغى احرق عليكم، تعال هذه هي رساله القبول يا جماعه الخير. وش كتبت فيها؟ كتبت السيد يوسف العنز تحيه طيبه، وبعد نود اعلامك بان تم قبولك في جامعتنا الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السبراني، نود أن نعرب لك عن سعادتنا بانضمامك إلى مجموعتنا، ونأمل أن تكون تجربتك الأكاديمية مثمرة وممتعة، نحن متحمسين لرؤية ما ستساهم به في مجتمع البحث الأكاديمي، ونأمل أن تحظى بتجربة، يعني التجربة تكون جميلة يعني بإذن الله، نأمل تحظى بتجربة دراسية مميزة في جامعتنا عتودة فورمش. ونود أن نذكرك بأن الدراسات العليا تتطلب الكثير من العمل والتفاني، وظفوه يستاهل، ولكن نثق في قدراتك على الالتحاق والنجاح والتفوق. يرجى الاطلاع على الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج الدراسة حول برنامج الدراسات العليا في تخصص الأمن السبراني. مفروض ما أقول أمن سبراني عافية، يعني الأمن السبراني إنك تخصص قوي. المهم وش حطيت هنا الرابط؟ رحت الله يسلمكم سويت رابط، طبعا الرابط هذا فيك لأن يوسف يعني من أمن سبراني عارف سواليف الروابط ويعرف اشياء هذه، ومستحيل اني اكتب عليه برابط بسيط يبغى له واحد تخصص امن سبراني يلعب مع واحد تخصص امن سبراني. حطيت له رابط، اسم الرابط سايبر سيكوريتي، حطيت له اي جامعه موجوده KFSH اللي هي البترول المعادن اتوقع .com. يرجى الاتصال بنا اذا كان لديك اي استفسار او اي اسئله. امين اشوفه اي استفسار او اسئله تواصل معنا واتساب. يا سلام الحين احنا وصلنا للواتساب، والحين اذا دخلت انت على الرابط هذا اتوقع ايش راح يطلع لك. شفت الامور كشفت جايب الرساله هذه جماعة خير من الذكاء الاصطناعي. بنجي هنا ناخذ الرابط، شوف ايش يطلع لك، راح تطلع لنا الصفحه مقفله. هذه اللحظه راح يطلع انه يجيني على الواتس، بعد ما يجيني على الواتس تبدا الحفله يا جماعه الخير. اسامه ما يعرف رقم جديد، ما يعرف الرقم نهائيا. راح نبدا الان نرسل له الرساله هذه، ننتظر لفتره معينه لين يرد علينا، ولكن راح اسوي اول شيء عمس. والله العظيم متعمس وربي الكعبه اللي شايفه محمد عدنان، معليش. اوكي نرسلها ونجيكم، ثواني نروح هنا ايميل جديد انا مسويه باسم فهد، هذا يوتيوبر، هذا بدران يا جماعه الخير، هذا بدران مسويها برضه قايل لكم سويها على كذا شخص يا الربع. صح يعني رساله حقت البدران، وعليه نستخدم الايميل مره ثانيه واجيب ايميل يوسف الاساسي والزقه هنا. قبول يا حبيبي قبول جامعي جامعي.
أقول جامعي بجيب الرسالة من جديد. بعد خير والله لا ضبطكم أنتم بشروبي بس بدران بدران جهز الأشياء لحالك الحالة رسالة. طيب يا جماعة الخير تواصل معي عن طريق الواتس ثواني بس أشيك على الإيميل. إيه نعم وتواصل معي عن طريق الإيميل برضه اللي هنا تديوس السلام عليكم رابط الموقع حق الجامعة ما يفتح يا عبري يا يوسف والله يوفقك يا رب. طيب الواضح إن يوسف متحمس وأنا متحمس أكثر منه. كاتب لي سلام عليكم أخوي فهد جتني رسالة قبول بس رابط الموقع ما يفتح بكتب له عليكم السلام. عليكم السلام لأن أصلا هو لو سمع صوتي بيعرفني على طول. أهلا أخوي بسوي نفسي مجنون. أهلا أخوي رقم القبول على نفس الجوال على نفس الجوال. ما في مشكلة في الواتساب خلني أحدد يرد عليه كتب لي إيه نعم والله في مشكلة في الوقت كذا مترابط ما أدري إيش فيه. إيه نعم طيب تمام أتأكد لك. الله فألخم حياك الله. يقطع أم الجامعة اللي تيجي كذا حياك الله. أهلا أخوي أهلا وسهلا أخيرا رديت. أنت يوسف صح؟ ايش صاير اخر كتاب مو باين المشكله في تحديث الوات. ايه حياك الله جهازك الان مخترق. انا سمعت عنك وحبيت اتحداك. طيب انا رحت بقص هويته ثواني بقص هويته يا جماعه الخير. لا لا ماني براسلها الحين ما براسلها الحين قصيت هويته انا عندي هويته. اها اي نعم تبي اسمك يوسف بقول له يوسف المنطقه الشرقيه الخبر. يعني اكتشفت شيء جديد. لا اخوي ثواني ما عليك لا تخاف. تبي رقم البطاقه هدي شوي لا تتوتر هدي شوي لا تتوتر ما راح اضرك كيبورد انجليزي ما راح اضرك خلك هادي. اخبارك يوسف بقول له اخبارك يوسف بالعكس ماني متوتر لان اكيد بالشرقيه مسوي مكتشف شيء. طيب اخبارك ما علينا اخبارك علومك. طيب اخلص علي وش تبي ابيك انت ثواني من فضلك ثواني لبى قلبك ثواني يوسف لا تستعجل ابيك انت من اول وانا ابي اوصل لك والان قدرت اخترقت جهازك كامل وعندي كل معلوماتك. تبي اوريك شيء الحين نبدا بالثقيل تبي اوريك شيء تفضل. طيب انبسط فالحين بطيرك من جهازي. طيب اوكي خذ هويتك. حطيت نص الهويه يا جماعه الخير. تبي تطيرني يو يكتب يا عيال. بقول لا تتوتر حلو وصلت الايميل. وين بعد تبي توصل؟ وين بعد وصلت؟ لا تتوتر خلني اتفرج معاك يوسف. واثق يوسف والله لمدة استمراري واثق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اعرف كيف اصيدك. طيب وصلت للبنك حقك. تبي اعطيك رقم البطاقه اللي معك؟ رقم البطاقه اللي معك انت اللي لا تتوتر يا ام واثق. تحدي بين اقوى هكر موجودين في السعوديه. تخصصات ترى تخصصي فهمتوا ايش اقصد. ما يحتاج ما دامك وصلت ايميل يا اخي. يا شيره رقم الصرافه. وصلت لاشياء اكبر بس هذا تسخين. وصلت لاشياء اكبر بس هذا تسخين. شيء بسيط. شوف اذا تبي تقهر اي واحده من سبراني ناظر. انا اقول لك اسمع لا تدخل روابط مره ثانيه. اسمع لا تدخل الحين استفزك لا تدخل روابط مره ثانيه تفهم. انا واحد كنت ادرس معك. لا ما بكاشف له دقيقه بس حبيت انك مقلد رابط الجامعه. الله يسلمكم بالخبره يا جماعه الخير. سايبر سيكوريتي الغلط مني الفرق نقطه بس حلوه الفكره. كيف عرفت الايميل؟ طيب الله يسعدك خبرتي اكبر منك بكثير. واحد يعرف اكثر مني بينهم. الله يسعدك خبرتي تتخطاك لا تخاف. كيف عرفت الايميل؟ طيب الايميل انا اخترقت خسيوة. الايميل انا اخترقت جهازك قبل يومين وكنت قاعد اشتغل على بروجكت. صحيح بيصدع لانه كان معي بالديسكورد. المشكله تكلمني برقم سعودي يعني اسهل منها ما في. هو ما له دخل الرقم السعودي. بنعرف خبرته مين احسن. يبي بدا يهدد يوسف يا ويلي. حلو وصلت للسكرين بعد. تبي اصدمك بيتكم فيه كاميرات مراقبه. خلي اتذكر اول ما دخلت البيت واحده وثنتين برا ثلاث واحده حاطه عند الكلاب حقاتها اربع اتذكر انها اربع بقول من اربع وفوق عشان نصيدك فيها. ها كيف انت الحين وش تبي بالضبط؟ بيتكم فيه كاميرات مراقبه عشان نصيدك فيها من اربع كاميرات. هات وطالع متصله الحين طفيت الراوتر وش تبي. اوكي طبعا يا جماعه الخير اذا اخترق طفي الراوتر
الكاونتر خلاص يقفل كل شيء. اقول لها شفت كل شيء امس انت وكلابك. الله اني احبك يا يوسف. ورقبت البيت من برا، طبعا كاميراتهم كلها برا بس انا قاعد اهبد عليه كذب، ما اخترقت لا كاميرات ولا شيء. ايش تقول لي ما ودك تعرفني، تدري هذه تود انك تروح فيها ورا الشمس، شكلك صغير يا حليلك. طيب بضحك وجه يا عيال. يوسف يا القلب، لا 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 لا. ما ودك تعرفني. ايه يا جماعه الخير دقيقه بدي اسجل ثواني بالمكسر. الو 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 دقيقة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو 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 صوتي متغير عندكم، ترى غيرته متغير. ايش رايك باللي يطلع بيتكم الحين انت واللي امر، ها واللي امر امرك، ها؟ طيب ثاني بس. طيب مرحبا، اهلا وسهلا استاذ يوسف، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله امورك زينه، الله يسلمك يا شيخ. طيب يا شيخ، اذا قلت الشيخ والله بيعرفني على طول. لا اصبر اصبر. طيب حياك الله استاذ يوسف، كيف حالك؟ طيب انت يوسف صح؟ هذا يعني يوسف، اول شيء يعني اتوقع مستحيل تجيبني، مستواك ما يوصل لمستواي ابد يعني. يب سوي اللي تبي وانا اخوك، واعلى ما في خيرك اركبه. اي لا ماني مغير صوتي لاني خايف، لانك انت اصلا ما تقدر تجيبني. صوتك خوي لا ما له دخل، قسم بالله العظيم لا اسطر كف، تفهم؟ يعني والله دقلت ادبي عليه كثر ما انت خايف مغير صوتك. يوسف حبيبي الله يسعدك، الله يسعدك يا حبيب قلبي. اخ يعني ابغاك يعني تتطور في دراستك، واتمنى يعني يقبلونك الجامعة، ولكن بما ان اخترق جهازك بذا السهولة يعني شكلك ما انت برجال وخايف على نفسك، اذا ما انت قد الشيء اللي انت تسويه ليه تجلس تحاول تخترق؟ كيفي اشتخل. طيب حاب اقول لك عندي هويتك، عندي بطاقتك الصراف تمام، وعندي كاميرات المراقبة، متحكم في جهازك، بتطفي الراوتر، بتعود تشغله، يتغير مكانه، فالامور من ساعة. تعرف الرقم هذا 1909؟ اي لانك رخامة استسلمت. اي استسلمت صح، ولا انت تتصل وتعرف عليهم؟ لا اعرفهم ونعم فيهم، ولكنك خايف انت، ها خايف صح؟ اي مرة ثانية لا تتحدى انا اخوك، ولا انت تتصل وتعرف عليهم؟ لا اعرفهم ونعم فيهم. اي والله ونعم فيهم اكيد. المهم ما ابغى اطول عليك انا اخوك، اتمنى لك الخير من كل قلبي، اشوفك في امان الله، مع السلامة، وبرجع الجهاز قريب باذن الله، مع السلامة يا اخوي. بالعكس ماني مستسلم، بس هذا حق لو انت شر شيء يتفاهمون معك، بس انا بعرف كيف اصيدك. بدري عليك يا شيخ، والله ما تقدر تجيبني، ها علي بالحرام انك ما تقدر تجيبني، والله العظيم ها النهاية شوي اصيدك والله. حبيب قلبي الموضوع صار وبان ضعفك، اتمنى منك انك تطور معلوماتك شوي. عيال والله بيقتلني والله. مع السلامة. بقول له بتصل عليه والله حس نفس عاد هو ينفس ما يضيق على ما يبان عليه. بقول له تبي اتصل لك؟ والله هذا شكله راح يبلغ، نتعرف اكثر. يا رب ما يفصل علي، يا رب يا رب يا رب ما يفصل علي يا عيال. خلني اتصل له يا عيال ثواني، ما يدق جواله. الو بدك تقول لي ارضاي؟ والله بقول له والله عز توتر. الو هلا يوسف. هلا بالقلب. بالله ما شكت فيني يا بس. مستحيل لأنك جبي، لا تقول عن كل شيء. أبا يوسف أبا أمزح معاك. أنا ما أدري كيف مشت علي الرابط والله، نفس حق الجامعة يا كلب. يا حمري يا يوسف والله اني احبك يا يوسف حب. انا اسف والله يوسف، اسمعني اخ والله تعبت. اسمعني يا شيخ علومك طيب. والله بخير. هيا الله يسعدك يا يوسف، مع السلامة. انا عازم والله اني عازم يا ابن الحلال، ايش فيك؟ يلا مع السلامة.
يوم زعلان يا عيال. هذا اللي خاوي يوتيوبر، شفتوا لي خاوي يوتيوبر صار معاه كذا. اخ جتني كتمة من الضحك، اضحك وانا خايف، فهمتوا؟ الى هنا جماعة الخير، انتظروا المقلب الثاني، راح يكون في بدران. بدران بافلم فيه افلام، عندي كل شيء عن بدران، كل شيء.